طب دلوقتي نبتدي نديفاين بقى اليوز ايرور. اليوز ايرور ده معناه undesirable or unexpected events resulting from the interaction between a user and a device. Use error accurately indicates error but does not attribute fault to the user. اوكي يعني بمعنى ايه؟ معنى ان احنا بنتكلم دلوقتي ان اليوز ايرور دوت هو حاجه حصلت وما هياش desirable، ما هياش حاجه يعني كان المفروض ان احنا عاوزينها، ما احناش عاوزينها تحصل، بس ما هياش برضو اكسبكتد، يعني برضو زي ما انا كنت بقول مثلا ان انا وانا بكتب على الكيبورد انا ما بقاش بريدكتنج ان انا هعمل خطا في الحرف الفلاني في الكلمه الفلانيه، لا هو بيحصل كده unexpectedly، وطبعا ما بيبقاش ديزايربل لان هو بيضيع لي وقت، يعني لازم ارجع اعمل حاجه مختلفه او عشان اصلح الخطا ده لازم اخد وقت زياده، فبيبقى بيقلل الافشنسي بتاعه البروسيس نفسها. فمعنى كده ان احنا بنتكلم على حاجه undesirable يعني مش مرغوب فيها، و unexpected يعني صعب ان احنا نتوقع حدوثها. وفي الوقت نفسه الـ use error دوت ما نقدرش ان احنا نقول ان هو خطأ لليوزر، لان دي حاجة بتحصل، يعني في حاجات كده بتحصل يعني مش هنقدر ان احنا نمنعها انها تحصل، وما هياش characteristic لليوزر، لان اليوزر ده زي ما كنت بقول ممكن يكون بيستعمل الجهاز ده يعني بطريقة سليمة مثلا 100 مرة، وفي مرة ممكن يستعمله بطريقة خطأ. فبيسكلي لازم ناخد بالنا ان في فرق كبير قوي بين اليوز ايرور اوكي وحاجه اسمها ابنورمال يوز. ابنورمال يوز ده يعني بمعنى ان انا دلوقتي في شخص عاوز يستعمل الجهاز ده خطا intentionally يعني بالقصد، يعني في فرق لما يكون عندي خطا يوز ايرور بالمنظر ده كده، يعني انا بس مجرد ان انا وانا بعمل حاجه هي جت كده، يعني مثلا انا فرضا كنت بشغل جهاز معين ففرضا مثلا يعني صباعي جه على زرار معين ما كنتش عايز ان انا ادوسه مثلا، فعمل فانكشناليتي او شغل حاجه او وقف حاجه يعني هي بيسكلي ما كانتش اصلا انتندد انها تكون كده. وفي فرق ما اقول لا ده انا دلوقتي في حد intentionally بيستعمل الجهاز ده بطريقه غلط او بطريقه abnormal. يعني فرضا انا كنت دايما بقول مثلا المثال دوت ان انا لو فرضا عايز اذي حد بجهاز ده سهل جدا، ده يعني ابسط حاجه، ده abnormal use وده بيبقى intentional use ما هواش unintentional، واي جهاز ممكن ان احنا ناذي بيه مريض، وده طبعا لو يعني ابسط حاجه مثلا لو في جهاز صغير حتى لو هو واحد مسكه مثلا وضرب بيه المريض ما هيأذي المريض. فانا بتكلم على اليوز ايرور اللي انا قصدي عليه، مش اليوز ايرور اللي هو intentional، لا بتكلم على حاجه تانية، بتكلم على ان انا دلوقتي قاصد ان انا استعمل الجهاز ده بالطريقه السليمه بتاعته وان انا يعني اديليفر للمريض الحاجه اللي المفروض يبقى يعني يتلقاها من الجهاز دوت، ونتيجه الحاجه مش مقصوده حصل مشكله.